بسم الله، هنشوف مع بعض ازاي نستخدم ادوات الرسم البسيطه زي مثلا امر بنسل، ده قلم رصاص تبدا ترسم بيه، وهتلاقي هنا ممكن تختار اللون اللي انت عايز ترسم بيه، وليكن مثلا اللون دوت، ممكن تقول انا عايزهم ابيض واسود. هنا تختار المود بتاعك، هل انت هترسم نورمال ولا هترسم سكرين ولا هترسم مالتي بلاي، الشفافيه بتاعت القلم اللي انت بترسم بيه. خلينا نرسم على اللاير جديدة. السايز بتاعك، يعني هنا السايز ده 30، ده كبير جدا، ممكن تحتاجه بس هو كبير، خليه مثلا 3 بالشكل دوت. وهنا هتلاقي أشكال أو فرش بترسم بيها، ممكن تختار أي فرشة أنت عايزها، أوريكم مثلا ديت. إيه، لو عملت زوم، أداة زوم اهيت، إيه، هتلاقي إنها شكل نجوم، بس يمكن عشان هي ايه صغيرة مش باينة. لو انا جيت هنا وكبرت الفرشة بتاعتي، خليتها مثلا، هتلاقي انها مجموعة نجوم ورا بعض اهيت، والفرشة كذلك، بس الفرشة بتبقى كأنك بتستخدم فرشة في الرسم، تمام. وهتلاقي برضو نفس الاختيارات تقريبا، وهتلاقي عندي هنا أداة كأن أنت بتبخ الحاجة اللي أنت عايزها أهي، بتلاقي حتى في تدرج في الألوان، تمام. دي فاكر القلم الحبر اللي احنا كنا بنكتب بيه زمان في الكتاب والحاجات ديت؟ هو نفس القلم. ممكن أجي هنا حتى ألاقي هنا كده أنا برسم من النص، ماشي. ممكن اقول لا انا عايز اخلي القلم يجي كده بسنه شويه كأن هو قلم الخط، تكتب بقى اللي انت عايزه، تمام. ممكن تختار مثلا انا عايز اكتب اخلي القلم بالشكل دوت، ممكن ترسم بيه ورده، ترسم بيه اي حاجه انت عايزها تستخدمها في الخط. وبعد كده في الاستيكه الريز دول، ده لو انت عايز تمسح. طبعا برضو كل حاجة ممكن اختار لها الشفافية بتاعتها والفرشة وكل حاجة. وممكن تروح معلم عليهم كلهم، او تروح دايس ديليت تلغي كل اللي اترسم.